آخر مرة جتني يمكن تقريبا قبل 4 شهور، قبل لا أدخل برنامج واحد من الربع الغاليين جدا على قلبي قبل البرنامج بكم أسبوعين أو 3 أسابيع جتني هدية من إنسان غالي، من ولد أختي الله يرحمه. والله ما أخبر أنه جاني هدية إلا من والدتي ولا من والدي بس ولا من زوجتي. من أمي، كانت سجادة الله يرحمها. هالسجادة هذه صراحة يعني يمكن تعني لي شيء كثير. الهدية تعني لي أشياء كثير، هي الرابط بين أي شخص وشخص مهما كانت، يعني خاصة إذا كانت من شخص غالي تأثر في داخلك كبير في قلب الشخص. كل شيء، حتى الأغنياء يحبون الهدايا، يقول أنا غني وأحب الهدية وهو غني. أنا أعرف ناس كبار أجيب هدية بسيطة متواضعة كأني جبت له الدنيا وما ضمت، لأن الهدايا تريح النفوس. والله لو بهدي أمي، لو أهدي أمي كل شيء الغالي والنفيس، ولو أهديها ولو لبسها من الذهب ومن الألماس ما لها جزاها. أمي هي اللي حملت فيني وهي اللي ربتني وهي اللي خلتني رجال، ما راح ألحق جزاها لو 1% أبدا. سؤال صعب، ولكن أمي هديها عمري، هديها روحي، هديها كل شيء في حياتي. أنا مدان لأمي. مهما جمعت هدايا الدنيا كلها وقلت خذي يما هذه بهديك إياها وهي في قبرها، مستحيل أني أرد لها لو جزء بسيط. يلي طيبت قلبها فوق الخيال، عامل لا تنسان اللي تعبت واللي ربت واللي سهرت واللي شالت حمل جبال. خير هذا في دمي وعاني.